تشكروا القناه على التدخل ديالها ان شاء الله في هذا النهار وفي هذا العواش المبارك. هاد الناس اخويا كتعاني من سنين هي هنايا، كاين اللي زايد هنايا وقالوا لي دابا ما طالعش في السيستيم، وكاين اللي ما دايرينش ليه القرعه، وكاين اللي قالوا ليه ما كاينش. هادو ثلاثه الحالات او اربعه تقريبا كنسمعوا دابا، وقال لي خصكم تريبوا شوفوا انتم شنو غديروا يعني، فهمتيني. ودابا الناس هاي ما عندها فين تمشي، كاين اللي عنده باش يكري باش يكري، وكاين اللي ما عندوش شي مسكين بقى بلاصتو. صراحه عايش في واحد الكرفيس مع الطوبة ومع التخشيش ومع بزاف ديال الحشرات المسائل، ومكرفس هو وليداته، وكيتمنى من الله سبحانه وسيدنا الله ينصرو المشروع ديال سيدنا. حنا معاه، حنا معاه ان شاء الله في هذا الانجاز الجديد والتطور، وتنتمنوا من الله سبحانه عز وجل يشوف من حالنا هاد العمال ديالنا وهاد المسؤولين اللي هنايا، يشوفوا من الحاله ديالنا ويعطونا واحد السكن لائق. هادشي اللي كنتمناو من الله، ما كنتمناو حتى شي حاجه الا السكن لائق. كاين اللي مسكين هنا ما عندوش حتى باش يعيد، والله العظيم بالله ومن شاهد علينا وهاد الساعه وهاد، كاين اللي مسكين ما عندوش حتى باش يعيد، راه مكرفس غير اربع شهور، هادي كاين خمس شهور. كاين اللي دابا نعم، كاين اللي قالوا له دي واحد الشهر شهرين غادي توصل بالسكن ديالك، دابا راه اربع شهور وما متوصلينش. الناس راه كاين اللي ما خدامش، كاين اللي ما كيصور حتى شي حاجه، وكاري المصاريف ديال الدراري، واحد الضيق في هذاك السكن اللي كاري، والسالير ديال الكراسه هو طلع لواحد الثمن ما يتصورش في هذه الظروف ديال الناس كامله، حيت جات في لحظه واحده كلشي بغا تكري. يعني كاين اللي كرا في عين عوده، كاين اللي طلع ما عرفش فين كيقلب على الكرا، هو ساكن هنايا والولاد في المدرسه، واحد الظروف ما كيعلم بها الا الله. زعما الصراحه واحد المشاكل عميقه، والناس دابا راه متسرده ومعصبه بزاف، وكل واحد ما عان به الا الله. وهاد الناس اللي بقاو الاخرين هما تيدوروا عليهم دابا اليوم، اللي بقى واحد السيمانه ديال العيد كيدوروا عليهم باش يفرغوا يعني يحيدوا، وهما كان عندهم كون حيدوا من قبل، من اللي حيدت الناس كانوا يحيدوا. والله العظيم كاين اللي ما عندوش مسكين قال لك هذا العام ما عندي باش نعيد، رجع والله مولف تيجيب داك الحولي مثلا ديال 1000 درهم او 1500 او 80 فرانك. نكونوا واقعيين، راه الظروف والحاله كتعاود، اللي كينافق غدا امام الله غادي يتحاسب، هذا راه واقع ما كاينش كذوب. وش نقول لك، المهم هو عيد حنا دابا حاسين به صراحه، من رمضان حنا هنا وهي الظروف مغيره والاجواء، وشي مشتت وشي مولفين كان عيف العيد، مولفين كان حنا والوالدين والخوت والعائله، احنا دابا شي في عين عوده شي بشكل هكا شي واحد. زعما شنقول لك، راه ربي اللي عالم، واحد الظروف كيخصنا هاد الناس هادو يحاولوا يتفاهموا هاد الناس ويعرفوا شنو عندهم، يعرفوا شنو عندهم نيت مشاكل ديالها، ريحوا معنا الطبله وشو شنو كاين. انت مالك اولدي شنو عندك؟ ما سكنتيش، خصك تسكن، واصل السكن عطوه يسكن، ما واصل شيء يمشي ما عندكوش مشكل، باش نحيدوا هاد المشاكل. وحنا دابا بقينا هنا وما كيجيونا كل خطره غتفرغوا خصكم تحيدوا، والناس من 70 و 80 كتسنى باش يستقر في واحد الحياه. يعني شنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. باغي يحسن البلاد وباغي يحسن الوضع ديالها، وهاد الناس الله يهدينا الجميع باش نكونوا اتفاق واحد وتفاهم واحد. حنا واخا فقراء تحت الله سبحانه، ربي اللي قسم علينا شي الحمد لله، ولكن تا هما يساعدونا واحد شويه، يساعدونا واحد شويه ماديا ومعنويا. صراحه ساعدونا، راه حنا ما عان بينا الى الله سبحانه عز وجل. كاين اللي مسكين واصل 50 عام هنا كان بغى يدير وليداته في 30، كان بغى يدير في كذا و30، كان بغى يدير في 40، ها حنا دابا واصل 46 سنه البامري العربي مثلا، وباقي ما وصلش. ها البراك امامكم هنايا من مواليد ديال السبعينات، وانا هنا الوالد مات توفى الله يرحمه، كانت هذه البركه ديال الاخ تا هو مسكين توفى، ولاو عاطينا لواحد مرتو اللي جات في واحد الظروف ديال واحد العام، جات دارت القرعه ومشات خداتها، وانا دابا راه بقيت هنايا ما عرفتش شنو غادي يديروا معايا. الوالده تا هي خرجت لها ما لقاتش باش تخلص، واحد الظروف ما نعاودش لك صراحه. ما معولينش هذا الشيء، حنا معولين على البقاع الارضيه اللي كانوا مقاولين بها، باش نكونوا واقعيين. الانسان ما دايرش بعد حساب 11 مليون او مثلا غتوصل ليه 15 مليون او 16، ما كانش داير بحسابه، داير بحساب ديك 3 المليون كما كانت البقعه، 3 المليون 4 المليون حتى 5 المليون كما كانت الاستفاده والثمره كامله. العمارات هما هنايا ديال العمارات في ديال دوار الصحراء، ولا العمارات ديال جيد الحديقه، هادو خرجوا لهم 5 ما بين 5 المليون حتى 7 المليون في الاستفاده، اللي خرجوا في الاستفاده. اما بالنسبه لهذا السكن، السكن كيفاش نقولوا، السكن سميتو، احنا ما كناش دايرين في البروغرام ديال 11 مليون طنان او دخل 15 مليون. ملي سمع الانسان بحال كاين اللي مرض، ما الله يجازيك بخير، ما بقات استفاده. هذا سكن اقتصادي كيخصو ناس اللي يكونوا ممولين او لا عندهم او لا خدام في الوظيف. كاين اللي مسكين ما تيصورش 400 في النهار 600، يصور 100 درهم، يصور 4000، ولكن واحد الايام ما غيصورش. باش نكونوا واقعيين، ماشي نقولوا كيصور 400 راه حنا مشينا في هذا، لا كيصور بعض الناس بعض الناس ما تيصور حتى شي حاجه. وش دابا الانسان كاين اللي عنده محل كان عنده هنا، ما حيت تتزق في لا تبقات او تخدرت او بزاف ديال كاين سوالو كاع حتى حاجه ما كاينه تما. الصراحه الاقامات كاينين اللي بناو، ولكن في الجناب ديالهم
ما كاين لا سوبيرات، ما كاين لا زوطيات هكا عشوائيه ديال الناس على حسب الحال، ما كاينش حمامات، ما كاينش مساجد، ما كاينش مدارس للدراري الصغار، يعني كاع الحويجات المهمين ما كاينينش تما في الصخيرات، في البلاصه فين هزونا من الاستقرار من لاكسيون ديال الشماله الى ديك البلاصه. ماشي مشكل، قلنا ماشي مشكل، حنا فين ما داونا ما كاين اختيار ديالنا في السكنه، ما كاينش مشكل، فين ما لاحونا ما كاينش مشكل. حنا كنتمناو من الله سبحانه يكون معنا ويدير شي تاويل ديال الخير ويدخل سيدنا، والله يجعل لهم هادشي في الميزان المقبول، والله يفرج على من كره بالاخره، وكاع اللي دار شي خير غادي يلقى امام الله سبحانه. وحنا كنا غادي حتى واحد ما غادي يبقى، ضروري واحد النهار كلشي غيمشي، ولكن ان شاء الله الخير كيبقى، الخير سيبقى وغيبقى ان شاء الله، والله ينصر سيدنا. خويا انا ريبوا لي دابا حاليا، انا كنبات في الزنقه انا وستات الوليدات، عندي ستات الوليدات كنبات انا وياهم في الزنقه. علاش؟ قال لك يا اما غتريب يا اما غنعتقلوا، وانا لا اعتقلوني يا خويا المره نخلي هاد الوليدات هادو، ها نخليهم يتشردوا. هاد الناس هادو راه كاع ما خمو لينا خويا، كاع ما خمو راه العواشر هادي، راه بنادم ما عندوش باش يكري، ما خمو حتى شي واحد. ملي قلت له الباشا هذيك الخطره قال لي شغلك هذاك، قلت له راه ودي راه باش انا ولادي في الزنقه، قال لي شغلك هذاك، قال لي ما شغليش. يعني هاد الناس هادو ما سوقوش للعائلات، الدراري اللي غيتشردوا كاع ما سوقوا لهم. انا عندي دري معاق، عندي ستة وليدات، فين غنبات؟ فين غنبات؟ كما داروا مع الناس كاملين، كيريب كياخذ السالوت ديالو. هنا قال لك ريبو سير تكري، باش غتكري اخويا؟ عندك ستات وشكون اللي غيكري لك بعدا؟ يعني هما خاصهم يتحملوا المسؤوليه ديال هاد الروطار اللي دايرين، ماشي حنايا، ماشي حنا نتحملوا المسؤوليه. يعني الدوله خاصها دير حل مع بنادم، يا اما تكري العباد الله، يا اما دير لهم شي حل، ولا تخليهم كاع غير هنايا، كاع تخليهم حتى النهار اللي يوجد المشروع، فهمتي؟ ما فيها باس، واحد الشهير ولا شهرين يبقاو هنا عباد الله تيوجد المشروع وكل يمشي في حالته. انا خويا راه زياده وخلق هنا في الدواران، دارنا عنده نص قرن في الدوار. هنا دابا انا حسب ما لاحظت الناس اللي مجوجين شحال منهم ما عطاهمش، ودراري سيليباطير سيليباطير عطاوهم، يعني خاص يعطيو لكل شيء، اللي سيليباطير واللي مزوج، ماشي تقصيو اللي مزوج وتعطيو لسيليباطير، كل شيء يستافد، كل شيء يمشي على خاطره. صاحب الجلاله يعني كيف قلتي هو اللي عطى لعباد الله وما امرش بهذا الشيء ديال الهدم وسيركري. يعني جلاله الملك راه ضروري كيشوف من حال الدراوش، يعني ريبوا لهم خاصهم يعطيهم السكنه ديالهم، يعطيهم السوارت، ما تريب ليه وتقول له سير تكري لا يعقل اخويا. انا عندي 44 عام في هذا الدار، عندي ثلاثه الوليدات وعندي البنات، ولدي مريض عقليه كياخذ الناس كلها كتعرفهم مقدم عارفه، واليوم جاوا عطاو الناس اللي عاد شراو الطواليط عطاوهم، وانا حنا ضيعوني وضيعوا لي وليداتي. هذا الشيء راه المنكر، هذا الشيء راه تعدو، هذا الشيء راه ماشي حق. علاش غنستافدوا؟ هذا الشيء راه بزاف شيء. فين غنمشي؟ فين غندي ولادي؟ فين غندي انا ولادي؟ فين غندي وعاطين الراجل بصغر وذاك غندي انا ولادي؟ هذا راه ماشي حق، هذا الشيء راه ماشي حق. هذا الشيء انا عندي حتى الداري فين غنمشي؟ الزنقه كاين ديال خرجوني برا، كي غندير لها انايا؟ وعندي خويا مريض ما يمكنش خرجي، انا ما نخرجش. الدار فيها 120 متر، فين غنمشي؟ غنتحفظ الزنقه؟ فين غنمشي انا؟ فين غنمشي حتى انا ولدات الدراري؟ انا كنتمنى والله يعطوني حقي وصافي. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.